السلام عليكم، صباح النور سي حسين. اليوم كاينه واحد الشكيله غزالين، شي حاجه الحماقه ولا الحاج. تفضل معايا، هذا كريب ديال كوريا، شي حاجه غزاله طايح في لا طومبي. انا اكسبري دورتو لك باش نوريك لا ليزيغ ديال لا كاليتي ديال الكريب دو سو باش كنخدم. لاريتكس راه غني على التعريف، اغلبيه المعلمين اغلبيه الصناع تعرفوا هاد لا كاليتي ديال الكريب كيفاش دايره. صالح الطرز تنبال جلابه قفطان، لا طومبي ديالها غزاله ما نتذكروش عليها، والثمن كذلك ومثال. العبار اللي كنديرو حسين حنا في الكريب راه 52 على متر اونص، هذا الاسود سيد الالوان، كحل كحل غري. الثمن ديالو ان شاء الله 200 درهم 4000 ريال، العبار 52 على متر اونص. وغنزيدك واحد الاوبسيون اخرى سي حسين، ان اللي خدا جوج لا ليفغيزون غاتفي. الناس الخياطه والناس اللي كتاخذ الجمله وكتشكم لا ليفغيزون، احنا درنا واحد المبادره زوينه ان شاء الله. الثمن كريب واحد 200 درهم، خدي شي جوج لا ليفغيزون على حسب المحل سواء داخل كازا او خارج كازا. الوغ ان شاء الله دابا غنبرعوك في اللوينات، هذا الكحل بدينا لك به حيت هو اللي تيسولوا عليه، كحل كحل غري. دابا غادي نبرعوك في اللوينات وفي الجمال ديال هذا الكريب اللي دخل. انا ولد الحاج شوف معايا هذا الاورانج، هذا راه لون تينسي في لون. نحاول نزرب عليك باش نبرعك حيت شي حاجه خيال، واللوينات سبيسيال تبارك الله اكثر من 40 لون، شي حاجه انيقه. انت كتشوف لا طومبي ديال الكريب كيفاش دايره، راهي تنخواصي تتجمعو تعطيك اللوين ديالو، تتشوف لا طومبي جلابه قفطان طرز اللي بغا دير منه لبسه كيمونو يتفسر رومي. الكريب راه من لي زارتيك اللي اوني، يعني بحال كنبيع لك طابلو رسمي اللي عجبك، نبتي طرزي جلابه قفطان اللي حبات خاطرك، كيمونو بغيتي ديرها مفتوحه مسدوده، هادي لا كولور بلو موف. الناس اللي كدير الملاحظه على الصوت، نتمنوا في هاد لا فيديو يكون الصوت عندكم مسموع ان شاء الله. شوف معايا عاوتاني كاين هاد الفيغ او، حتى هو لوين غزال صراحه. انا ولد الحاج هذا فيغ او، كاين عاوتاني هاد لا كولور صومو. اللوانات ولد الحاج لوينات غزالين، نتمنوا ضروري تلقاي شي لوين اللي عجبك ان شاء الله. الناس اللي كتسول على العنوان ديالنا، الحي الحسني شارع افغانستان، بدايه ديالو الرقم 50 قرب محله الورد. النويمات راه كاينين في صندوق الوصف ولا في اول كومونتير، كنتي في لاباج انستغرام راه كاينين في لغونسونيمون الفوق، سوغ يوتيوب راه في صندوق الوصف. ومرحبا بالجميع، انت دابا اللي كتفرجي ما كرهناش دير واحد جيم والبارطاج وخلي لنا شي كومونتير، الاراء ديالكم راه كتهمنا بزاف حيت عليها تنبازيو باش نوفروا لكم الطلبيات ديالكم. هذا بلو جينا ولد الحاج لوين حتى هو لي تخي طوندونس هاد العام. الاورانج غيدوزو فيه ان شاء الله شي ثلاثه، كاين الاورانج وكاين المحمر ديالو، وغادي نوصلوا للبغيك غوج بغيك. انا ولد الحاج شوف لي هاد الاورانج ديالو حتى هو شحال غزال. كاين هاد لا كولور حتى هي فيوليك، غادي توجور طوندونس تخدم بالفيغ انيس، كتجي غزاله وشهوه منها. استغفر الله العظيم. عندي حبيبي شوف معايا عاوتاني، هذا واحد الصومو محمر، يعني حتى بالنسبه للوينات راه كاين بالنسبه للسميمره بيبدا كيف ما كان لو تان ديالها ضروري غتلقى شي لوين اللي غادي يعجبها. شوف معايا عاوتاني هذا واحد الكريك جديد لي تري طوندونس، وكيسولوا عليه بزاف ديال الناس. الناس اللي كتكومونتي راه ما كتجاوبوش، راه ما يمكنش مادام حنا كنصوروا هادشي كامل باش نخدموا معاكم ونوفروا لكم ما تقدي وما تخيطي وتلبسي وتبرعي، يعني من المستحيل اننا ما كنجاوبوش. لما جاوباتك شي نمره خذي النمره الاخرى وتواصلي معاه، عرفي راه عندها ضغط. كاين باغفوا السيد اللي كدير طلبيه وكيجاوبها السيد وما كطرش ان ترجع تكمل معاه، ثقي بيا مادام راه موراها كيجيو 20 30 كوموند، راه ما كتجي فين تجاوب هذه كترجع للكوموند القديمه تيتلفوك، يعني دير راسك بلاصتنا قبل ما تحكمي علينا. حنا راه لوجيكمون بارلون راه ما يمكنش كنا كنحطوا لك واحد السلعه وكنصوروا لك وتنديروا واحد المجهود وفي الاخر ما غاديش نجاوبوك، راه لا يعقل. يعني ما عليك غير تعاودي تصيفطي الطلبيه ديالك، ما جاوبتكش النمره الاولى تواصلي مع النمره الثانيه وغادي يلبيو لك الطلب ديالك وبصحتك وراحتك. وكنعتذروا عارفين هذه البيريود هذه كيكون فيها شويه ديال الضغط، وحنا الهدف ديالنا نرضيو الجميع ان شاء الله. كي جاك هذا البلوغ هو هو غزال حبيبي، والكريب كله راه كاليتي واحد لاريتكس، والعبار 52 على متر اونص. شوف معايا عاوتاني هذا اللوجون باناني كولور فيف، شي حاجه روعه الصراحه وبالشهوه. وبالصحه اللي خدات من التشكيله، اللي ما خداتش غتاخذ محسن، باقي جاي الخير بيان سور. شوف معايا عاوتاني هذا البلو جين كولور اللي غزاله وانيقه وروعه. انا ولد الحاج شوف الكريب كيفاش دايره، انت كيف ما طلقتيه كيف ما جمعتيه كيف ما فخواصيتيه كتعاود تطلقو تيبقى شاد في لا طومبي ديالو. والعبار 52 على متر اونص. وبغينا نديرو هاد لوجيس ديال اللي خدات جوج لا ليفغيزون غراتوي على حساب المحل ان شاء الله. فهاد لاختيكل فقط، يعني بغيتي تستغل لا ليفغيزون غراتوي تقدري تكوموندي جوج من الكريب وتكوموندي حوايج اخرين، انت استفدتي من لا ليفغيزون غراتوي، هذيك ماشي مشكل. مي الكونسيبت انك تكوني واخده جوج دو كوبون من الكريب دو سوا. الناس اللي شرفونا تا هما هاد الويكاند شكرا لكم بزاف.
شكرا على الثقه اللي ثقتوا فينا ومرحبا بكم. حنا راه بابنا مفتوح للجميع. حنا ماذا بينا كاع المتبدعين وكاع الكليان ديالنا يتوفروا ويشرفونا ويجوا عندنا للمحل. ولكن الكليان اللي كيثق فينا خارج كازا وكيكوموندي وكنلبيو ليه الطلب ديالو وكيعجبنا اكثر التفاعل ديالو ملي كتوصلو السلعه وتيخلي لك انتي ميساج وكيقول لك راه عجبتني الصراحه راه التصوير مضيع على حقها. والحمد لله حنا هادشي اللي كنتمناو. انا حبيبي شوف لي عاوتاني هذا واحد الكري تا هو شحال غزال كريك غزال وانيق يعني بالنسبه للوينات كاين ان كرون شو حبيبي. انا حبيبي شوف لي هذا واحد القصيبي اولا خرج فيك بارد غزال كاين عاوتاني هاد الفيغ غازون ولا فيغ اوليف ولا فيغ بوم كل كيفاش كيسميه انا نقدر نقول فيغ غازون الاناقه والجمال. والله الا شي حاجه غزاله شوف الثوب كيفاش داير ما كاينش. هذا واحد لا كوبا السماوي كتنقولوا سيال ليجيرمون كليغ حتى هو لون راقي. هذا الكريمه اللي بغى يفرح ميمته شي جليبه ولا قفيطين كلاسيك وغزال. هذا عشاق هاد اللوينات باستيل كريمه غزال الصراحه على مزيناته. شوف معايا عاوتاني هاد القصيبي هذا هذا محمر شويه على هذاك اللي دات شوف تيطراد كريب دو سوا الصراحه كاليتي غزاله صراحه الله. شوف معايا عاوتاني هاد لاكولوغ موف هاد راه دوزنا فيها شي جوج ولا ثلاثه وباقي غنزيدو فيها شي واحد. هاد لاكولوغ راه فيها شي 10 ولا 8 ديال لي ديريفي لي ديغرادي ديالها يعني اللي حارت في الالوان نصيفطو لك لاكام في الخاص وتخيري مع راساتك ومرحبا بالجميع. شوف معايا هاد لاكولوغ غوج حتى هي لوين لي انيق وجميل جدا. كاين عاوتاني هاد لو غوز ليجيرمون كولور هذا كيبان سومون كيبان مي هو ستان غوز. وعاوتاني شوف لا فيزيون كيفاش كتبان شنو بالك انت الحسين سومون ولا غوز كليغ بحال غوز ياك ليجيرمون كليغ بارد عشاق اللوينات الهادئه. انا حبيبي هذه واحد اللوين سبيسيال هاد لاكولوغ غزاله كان على الطلب والتقادات ها هي دخلات. انا حبيبي شوف معايا عاوتاني هاد الخضير هذا هذا راه صالح للطار يجي جلابه يجي قفطان خدني بالرانده خدني بالمرمى باش ما تشهد خاطرك لبسيك وتبرعي مع راساتك. بغيتي دو بيس مع رادونتير مع جوهره مع الحرير مع الشبيكه كاينش المشكل تواصلي معنا صيفطوا لك لاكام ديجا مرومه وتخيري مع راساتك بصحتك وراحتك. شوف هاد السيل تا هو راه دازو فيه شي ربعه كاين عاوتاني هاد لاكولوغ هادي انا وضحت صراحه لون تينسي في لون شي حاجه روعه وبالشهوه. ومرحبا بالجميع ماشي بالضروره تاخذي خذي معنا فكره ديري جيم بارطاجي لحباباتك صحاباتك جاراتك. هذا غوز انديان محمر كاين واحد حتى هو شويه كليغ عليه اللي بغى الغوز انديان ديك الساعه نصيفطو له لي ديغيفي ديالو او واحد الموف اللي قلت لك باقي نزيدو فيه واحد. كاين عاوتاني هاد لو فيغ هذا راه ماشي بحال داك اللي داز الاخر شويه فلاشي عليه انا ود الحاج لون تشين ستيفلون ها كاين واحد كاد لاكولور حتى هي تركوا ليجيرمون كليغ. كاين عاوتاني هاد لو جين حتى هو هذا شويه فاتح انا ود الحاج شي حاجه انيقه وجميله صراحه الله. وكاين هاد الكريمه حتى هو لوين غزال بيج كراميل رائع وشريف وانيق. والعبار كي قلت لك حسين راه الوفا ماشي 42 ولا 32 52 على متر ونص. الناس اللي ديجا واخدين عندنا الكريب راه عارفين المتراج اللي كنخدمو وعارفين حتى لا كاليتي بيان سور باش كنخدمو. كاين عاوتاني هاد الاورانج هذا راه دوزنا فيه تا هو شي ثلاثه اللي دوزنا هاد البلوغ وهذا هو اللوين الاخير. هادي اطلاله خفيفه ما بغيناش نطولوا عليكم باش تبرعوا في اللوينات وتقدروا تشوفوا لاكام كامله. اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه واللي ما خداتش تاخذ تما احسن. بدايه اسبوع موفقه. تحيه للسي حسين وجبر الخفاء ديالنا. السلام عليكم.